خلونا الاول نعرف ال CPHQ اختصار لايه. ال CPHQ اختصار ل Certified Professional in Healthcare Quality، يعني خبير معتمد في جودة الرعاية الصحية، ودي شهادة بتمنحها جهة أمريكية اسمها NAHQ National Association for Healthcare Quality، ودي Non-Profit Organization معنية بشؤون الجودة في مجال الرعاية الصحية بشكل عام. خلينا نفتكر الاسم ده كويس جدا، NAHQ. الحقيقة الشهادة ليها وزن كبير جدا في سوق العمل داخل مصر والدول العربية لأسباب كتير. السبب الأول إن الشهادة لا تمنحها جهة حكومية أو جامعة عربية، وإنما تمنحها جهة أمريكية اللي احنا قلنا عليها من شوية الـ NAHQ، ودي أكبر جهة متخصصة في مجال جودة الرعاية الصحية، وده بيديها وزن كبير جدا وبيخليها بلا شك الأقوى والأفضل في سوق العمل. السبب الثاني إن الهيئة أو الـ NAHQ حاطة مجموعة من المعايير القوية جدا علشان تقدر تجتاز امتحان الـ CPHQ ويتقال عليك خبير جودة معتمد. نظام الأسئلة في الـ NAHQ بيعتمد منلي على الـ Analysis والـ Interpretation مش على الـ Recall، وده عكس الامتحانات اللي احنا تعودنا عليها في الدول العربية كلها اللي بتعتمد على الـ Recall بشكل كبير، لكن الـ NAHQ حاطة جزء صغير جدا لا يتجاوز الـ 23% على الـ Recall والباقي على الـ Analysis والـ Interpretation. السبب الثالث اللي بيخلي شهادة الـ CPHQ لها وزن كبير جدا في وسط شهادات كتيرة جدا متخصصة في مجال الـ Healthcare Quality Management، انها تقدر تديك body of knowledge قوي جدا. الحقيقة المنهج very very informative. هستعرض مع حضراتكم كمان شوية ايه هي التوبكس اللي انتوا بتقدروا تدرسوها في خلال المنهج بتاع الـ NHQ، فتقدر تاخد body of knowledge قوي جدا مش هتلاقيه في باقي الدبلومات اللي موجودة في السوق في نفس المجال. ومش بس هتغير حياتك او هتغير شغلك، لا ده بتغير النمط تفكيرك او بتغير المايند سيت بتاعك، بتخليك واحد تاني.